هل التحدث مع الناس برفق وأدب يعد نوعا من أنواع الاستعلاء للمخاطب؟ سبحان الله، للمخاطب ولا المخاطب؟ صاحب السؤال ايه يعني لما أدبه يبقى ده استعلاء مني ولا له هو؟ لما الإنسان يحب أن يكلمه الناس بأدب ورفق، هل يعد ذلك من باب الاستعلاء؟ لا، هذا باب الأدب. ولكن أنت لا تطلب من الناس أن يحدثوك بطريقة ما. يعني مثلا أيه أحسن واحد يقول لك أنت يا جدع، أنت يا بني آدم أنت، ولا يقول لك حضرتك بالله عليك أنت تحب أن هو يقول لك يا بني آدم أنت، يا جدع أنت يا إنسان أنت، يقول لك كده، ولا يقول لك يا أخي أو حضرتك أو لو سمحت ممكن تكلمني؟ أنت تحب إيه؟ تحب التانية ولا الأولانية؟ يعني تحب التانية ولا الأولانية؟ هل لو أحببت الأدب يكون ذلك استعلاء وكبرا؟ لا أبدا، الأدب مطلوب، ولابد أن نعلم أنفسنا سنن الأدب، وأن نعلم أبناءنا كذلك الأدب، حتى ولو أخذ الأمر منا جهدا عظيما. والذي لا يستقيم على سنن الأدب بعد المجاهدة الطويلة، خلاص بقى، خلاص تعمل ايه؟ حذاؤك تحاول معه ان تصلحه، تصلح اليمين يتقطع الشمال، تصلح الشمال يتقطع من فوق، تصلح من فوق يتقطع من ورا، تغير الكعب كله يطلع مش عارف من ايه، ثم تغير الوش بعد كده الكعب يتكسر مش عارف ايه، تعمل فيه ايه بعد كده؟ بعد طول هذا الصبر ماذا تصنع؟ بس تذهب به او تذهب به الى حيث القت رحلها ام قعشمي، ماشي؟